طيب خلينا نروح لحالة الجو والحقيقة الصيف السنة دي بالظبط كده 93 يوم و13 ساعة و52 دقيقة. طبعا علم الأرصاد هو اللي بيحدد الصيف ده قد إيه. فات منهم خلاص 21 يوم وفاضل على نهاية فصل الصيف 72 يوم. 72 يوم واضح انهم يعني ايه بدايتهم حارة بامتياز. الايام الجاية هنشهد موجة حارة، يعني اللي فات حمادة بقى واللي جاي حمادة تاني خالص. يعني من بكرة الخميس درجات الحرارة هتبقى يعني عالية شوية، يمكن تبقى أكتر من 39 درجة درجات الحرارة المحسوسة. يعني طبعا انت لو نزلت بقى على الصعيد هتلاقي درجة الحرارة المحسوسة يمكن توصل ل 45 درجة. ودرجة الحرارة المحسوسة دي يعني ايه بقى؟ اللي هي درجة الحرارة مع تأثير زيادة الرطوبة ونسبة سطوع الشمس وحالة الريح. غالبا بتبقى درجة الحرارة المحسوسة دي أزيد من درجة الحرارة المسجلة رسميا يمكن بدرجتين وثلاثة. يعني أنا ممكن أقول لكم إيه درجة الحرارة بكرة هتبقى مثلا 36 مثلا، ولكن المحسوسة هتحسها تقول هي 36، الأرصاد قالت لنا 36 بس أنت هتحسها مثلا 39. ليه؟ عشان في رطوبة، عشان في رياح ساخنة جاية، علشان في درجة سطوع شمس عالية. فأنا بس بفهم حضراتكم يعني إيه درجة الحرارة المحسوسة. طيب طبعا يعني داخلين بقى خلاص إحنا كده على أول موجة حارة في فصل الصيف، فده لازم يخلينا نبقى عارفين إنه هيبقى فيه كمان معاه ارتفاع في نسب الرطوبة. عشان كده الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقول لنا إنه فترات سطوع أشعة الشمس هتبقى أزيد من الأيام اللي فاتت، ودرجات الحرارة هتبقى أعلى من معدلاتها الطبيعية. بدءا من بكرة الخميس هتزيد درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية 4 درجات، وإنه ذروة ارتفاع درجات الحرارة بداية أو بداية الأسبوع الجاي هي هتبقى يعني في يعني أعلى حاجة كده تبقى الذروة. يعني عشان كده هيئة الأرصاد الجوية بتحذرنا من إن إحنا نتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر من 12 الظهر لحد 4 العصر، عشان نتجنب بقى ضربات الشمس وحالات الإجهاد. وطبعا لازم نشرب مية كتير، سوائل، عصاير، نلبس هدوم قطن فاتحة خفيفة. يا ريت كلنا ناخد بالنا لأنه درجة الحرارة هتبقى يعني عالية الفترة الجاية. طيب معانا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية. أنا حاولت يا دكتور أشرح كده للناس هو يعني إيه درجة الحرارة المحسوسة. يا ريت حضرتك تقول لنا يعني بطريقة طبعا أكثر تخصصا مني، هو إيه الفرق بين درجة الحرارة اللي حضراتكم بتعلنوا عنها ودرجة الحرارة المحسوسة؟ بداية برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. وبكل السادة المشاهدين. بالفعل زي ما حضرتك وضحتي باختصار طبعا ليفهمه الجمهور، وهو مسألة درجات الحرارة المحسوسة. حتى اللي بيلاحظ نشراتنا وتحذيراتنا احنا بنحطها فقط في فصل الصيف، لان دي بتعتمد بشكل اكبر على ارتفاع نسب الرطوبه. نسب الرطوبه مع درجات الحراره العاليه اللي بنسجلها في فصل الصيف بتدينا احساس كبير بدرجات الحراره اعلى من المقاسه. يمكن درجات الحراره المقاسه دي بتقاس طبقا لشروط وضوابط عالميه وضعتها المنظمه العالميه للارصاد الجويه بشروط معينه، علشان نقدر نتبادل درجات الحراره دي مع كل الدول المجاوره، نديهم بياناتنا ويدونا بياناتهم بحيث يبقى في تنسيق ونقدر نتنبأ بشكل افضل. لكن لوحظ في الفترات الاخيره ان المواطنين بيقولوا ان درجات الحراره اللي انتم بتعلنوها او بتسجلوها في محطاتكم بتختلف عن درجات الحراره اللي احنا بنحسها، وبالتالي علم الارصاد الجويه بدا يتطور في هذا الامر وبدا يجد ان درجات الحراره المحسوسه مش بتعتمد فقط خلال فصل الصيف على درجات الحراره المقاسه، لكن بتعتمد عليها بالإضافة إلى نسب الرطوبة سواء خلال ساعات الليل أو خلال ساعات النهار، وعلى حسب أيضا سرعات واتجاه الرياح وعدة عوامل أخرى. بناء عليه استحدثت معادلات رياضية بتحسب درجات الحرارة المحسوسة. بالفعل درجات الحرارة اللي احنا بنعلنها في نشراتنا اللي هي المحسوسة دي بناء على معادلات رياضية بتأخذ في الاعتبار درجات الحرارة، نسب الرطوبة، سرعات الرياح وأيضا اتجاهات الرياح. في الغالب طبعا بتكون زايده عن درجات الحراره المقاسه بمعدل درجتين لثلاث درجات، ممكن توصل لاربع وخمس درجات في بعض الاحيان على اقصى تقدير.
طيب دلوقتي من بكرة درجات الحرارة المحسوسة هتعلى عن معدلاتها الطبيعية، وفي ذروة لموجة حارة هتبدأ من أول أسبوع. اشرح لي بقى بكرة هيحصل إيه، وقصدكم بإيه بأول أسبوع؟ يعني إيه اليوم اللي هو هيبقى بجد حار جدا؟ يعني احنا لاحظنا على مدار ال 48 ساعة الماضية كان منخفض الهند الموسمي متراجع قليلا، وكان مكانه في المرتفع الآزوري اللي بيجاب كتل هوائية إلى حد ما درجات حرارتها أقل، فحسينا بتحسن كبير ال 48 ساعة الماضية. كان في بعض السحب خلال ساعات الصباح أوحت إلينا بأن الأجواء هتكون أجواء معتدلة بشكل كبير، لكن بداية من بكرة هيبدأ يتعمق ويأثر علينا بشكل أكبر منخفض الهند الموسمي، وده هو الكتلة الأساسية اللي بتأثر علينا في فصل الصيف. تأثيره علينا بيكون بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على حسب قوة تعمقه، بالإضافة لارتفاع نسب الرطوبة مع وجود أيضا مرتفع جوي في الطبقات العليا للهواء اللي هيمنع تشكل السحب تماما، وبالتالي أجواء مشمسة طوال ساعات النهار مع درجات حرارة عالية ونسب رطوبة مرتفعة. الارتفاع ده متوقع أنه يبدأ بشكل تدريجي بكرة، العظمى على القاهرة بكرة هتكون 36 درجة مئوية، طبعا بعد إضافة عامل الرطوبة هتبقى المحسوسة في حدود ال 38 درجة، لكن هتبدأ ترتفع تدريجي على بداية الأسبوع. على يوم السبت والحد هتبدأ العظمى تصل على القاهرة على سبيل المثال ما بين ال 37 ل 38 درجة، وبالتالي هترتفع معها المحسوسة لتصل ل 40 درجة مئوية، وأيضا هترتفع درجات الحرارة الصغرى معاها قليلا. هنبدأ نحس بأجواء أشد حرارة من اللي احنا بنشهدها الأيام دي أو الأيام اللي فاتت، ايضا مع احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه، فبالفعل نوهنا عن ارتفاع في درجات الحراره. يعني لغايه يوم الحد كده احنا داخلين ايه، الجو حر، ناخد بالنا، اللي ما عندوش حاجه مهمه يبقى فيها في الشارع من 12 ل 4 بلاش يكون متواجد في الشارع، اللي متواجد في الشارع ياخد باله ما يبقاش تحت اشعه الشمس بقى شمسيه، لابس ملابس قطنيه خفيفه، ملابس فاتحه، يعني بقدر يشرب ميه كتير، عصاير. بكل تأكيد كمان عنصر الرطوبة عايزين نأكد على التواجد في أماكن جيدة التهوية بشكل كبير، علشان في بعض الناس بتتأذى بشكل كبير من ارتفاع نسب الرطوبة. طبعا فلازم مع ارتفاع مرضى درجات الحساسية الحرارة بقى والجيوب الأنفية والكلام ده كله. طيب هل في أي نشاط للرياح على الشواطئ الفترة الجاية؟ لا إن شاء الله الرياح في أغلبها على أغلب مناطق الجمهورية معتدلة، بتنشط في بعض الأحيان ممكن خلال ساعات الليل، ولكن على كل حال سرعتها لا تتجاوز ال 35 كيلومتر على الساعة. طيب بالنسبة يعني المواطنين اللي هم دلوقتي بيصيفوا في أي شاطئ من الشواطئ المصرية وفي موجة حارة بتمر بيها البلد، المفروض يعملوا إيه؟ لأن هم طبعا اللي رايح المصيف دلوقتي رايح يقعد له كام يوم هيبقى قاعد على البحر، مش هقدر أقول له من الساعة 12 للساعة 4 خليك في البيت، هو المفروض في الموجة الحارة يحصل كده بس مش هقدر ألزمه بكده، المفروض يعمل إيه؟ وطبعا نحاول قدر الامكان اذا كان في فرصه اننا ما نتواجدش تحت اشعه الشمس خلال فتره الذروه، زي ما قلت لحضرتك الاجواء مشمسه طوال ساعات النهار، فطبعا نعمل كده. لو اضطرينا اننا ننزل خلال الفتره دي يبقى نحافظ على تواجدنا مع غطاء للراس سواء كاب او شمسيه، نشرب كميات كبيره من الميه علشان تعوض كميه الميه اللي بتخرج من اجسامنا. خلال ساعات الليل طبعا على المناطق الساحليه عايز اقول لحضرتك ان معروف ان السواحل الشماليه للجمهوريه هي بتسجل اقل درجات حراره، بالفعل لو وصلت على العظمى على القاهره 38 هتكون على السواحل 32 و33 درجه، وده طبعا يعتبر اعتدال وتحسن مقارنه بباقي مناطق الجمهوريه مع بعض نسمات الرياح خلال ساعات الليل. ايضا عايزين نقول ان ارتفاعات الامواج هتكون معتدله الفتره اللي جايه، فنقدر نستمتع بالشواطئ وبالمصايف. هي فعلا ان حتى لو قاعده تحت الشمسيه الرمل اللي بيبقى تحت ده بيعكس اشعه الشمس عليا؟ هو قياس درجات الحراره بوجه عام احنا بنتكلم بشكل علمي، بنقيس درجه حراره الهواء المحيط، بالفعل انعكاسات التربه الارضيه او الرمليه بتعكس اشعه الشمس الساقطه عليها، وده بالفعل بيرفع درجه حراره الهواء كمان، لكنها تربه رمليه فاكيد مش بتبقى زي التربه الاسمنتيه او الاسفلت اللي بيعكس درجات الحراره بشكل اكبر. يمكن احنا من ضمن شروط قياس درجات الحراره عندنا في المحطات ان تكون التربه حوالين اجهزه القياس تربه مزروعه علشان نمنع عامل انعكاس درجات الحراره من الارض،
لكن طبعا اكيد التربه الرمليه بتعكس لكن مش زي التربه الاسمنتيه. اشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي في هيئه الارصاد الجويه. طيب